السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ست أسماء من المدرسة العراقية الألمانية. درسنا لهذا اليوم هو الراعي والذئاب. كان أحد الرعاة يرعى غنمه قريبا من إحدى القرى، فأراد أن يمزح مع أهل القرية، فأخذ يصيح بأعلى صوته: الذئاب الذئاب، النجدة النجدة. سمع أهل القرية نداءه فأسرعوا لنجدته، ولكنهم لم يجدوا الذئاب. وعندما سألوه ضحك وقال: أردت أن أمزح فكذبت عليكم. فغضبوا منه وانصرفوا. وبعد أيام هجمت الذئاب على غنم الراعي فصاح بأعلى صوته: الذئاب الذئاب، النجدة النجدة. سمع أهل القرية نداءه فلم يصدقوه، فأكلت الذئاب غنمه جزاء كذبه، فندم على ما فعله. ماما، الحكمة من هذا الدرس هي على الإنسان أن يكون صادقا في تعامله مع الناس. فراعي الغنم عندما احتاج المساعدة في بعض الأمر لم يكن قد وقع في مأزق، فنادى على أصدقائه فهبوا إليه مسرعين، وإذا بهم يجدوا راعي الغنم لم يحتاج إلى المساعدة، فرجعوا إلى ما حيث أو إلى مكانهم الذي كانوا فيه. لا، هذه في المرة الأولى. لكن في المرة الثانية نجد راعي الغنم كان بأمس الحاجة إلى أصدقائه، لأنه كان هناك ذئب أراد أن يأكل غنمه، فعندما نادى على أصدقائه لم يأتوا إليه، ظنا منهم أنه قد كان يريد أن يمزح معهم فلم يأتوا إليه، وبذلك أكل الذئب غنم الراعي. ماما، هنا ماما، من حيث القواعد لابد أن نطبق ما درسناه في درس القواعد على درس القراءة. موضوعنا كان أقسام الكلام في درس القراءة، في درس القواعد اللي قلنا أقسام الكلام اسم وفعل وحرف. الراعي بما أنه اسم معرف بال، شو أقول عليه؟ أقول عليه هذا اسم. وكذلك الذئاب اسم معرف بال، أقول عليه هذا اسم. كان أحد الرعاة يرعى. هذا شنو يرعى؟ يرعى فعل. كيف أميز الفعل من الاسم؟ أضع عليه للتعريف فأقول هل يرعى. هل يصح أن أقول هل يرعى؟ هل يرعى؟ فقلنا يرعى هذا فعل. كي أميزه عن الاسم أضع عليه للتعريف، فإن قبل للتعريف أقول عليه هذا اسم، وإن لم يقبل للتعريف فهذا فعل. فيرعى، نضع عليه للتعريف، يصبح ماذا يصبح الفعل؟ اليرعى، ما سر اليرعى؟ إذن شنو؟ هذا فعل. قريبا من هي أحدى حروف الجر، وحروف الجر هي أحدى أقسام الكلام. إحدى أقسام الكلام حروف الجر. شنو حروف الجر ماما؟ حروف الجر من، على، إلى، في. هذه من. أرى أن، فأراد أن أيضا حرف. إحنا أخذنا حروف الجر أن. يمزح فعل. يمزح فعل. سمع أهل القرية. لاحظ كلمة معرفة بال، ما هذه الكلمة؟ تكون اسم، وهي إحدى أقسام الكلام. الاسم إحدى أقسام الكلام. وكذلك الذئاب اسم معرف بال، إنه اسم. أن أيضا اسم. أمزح فعل. الذئاب، النجدة، هذه جميعها أسماء. فأكلت الذئاب، فأكلت الفاء أفصلها عن أكلت، أصل الفعل أكلت،
فأكلت. إذن أكلت شعدنا، أكلت فعل. الذئاب، الذئاب اسم. غنمه، غنم. هسه قد يكون يعني غنم ما نميز هل هي اسم هل هي فعل، قلنا ماذا نضع عليها؟ نضع عليها للتعريف. فإن قبلت للتعريف فهذا فهذه اسم، وإن لم تقبل للتعريف فهذا وإن لم تقبل للتعريف فهذا فعل. فغنم، غنمه. احنا الأصل الكلمة غنم، 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 وانضافت لها الهاء. خلنا نعيد الهاء، نقول غنم، نحط لها التعريف، نضع عليها التعريف، يصير الغنم. إذا قبلت ال فهذا اسم، وإن لن تقبل ال شو نقول عليها؟ ماذا نقول؟ نقول عليها هذا فعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.